أنا كنت طفلة من 5 سنوات، كنت عايشة مع الأم ديالي. من بعد قامت الأخت الكبرى ديالي بالتربية ديالي، بقيت عايشة مع الأخت ديالي، قراتني كبراتني 9 سنوات، وصلت بحال بنتها، وصلت 14 عام. تم الكسر ديال الطفولة ديالي. تعرضتي للاغتصاب وكان في عمرك 14 سنة، بمعنى كنتي صغيرة بزاف. كيفاش وقع هذا المشكل؟ أنا كنت ملي كنت ساكنة مع الأخت ديالي، واحد اليوم كانت الأخت ديالي عندها طفلة صغيرة، عندها 6 شهور، مشات كانت هي خالصة وخلاتني أنا مقابلة لها بنتها. دخل الأخ ديال زوج أختي، تما ضربني، لقاني ناعسة ضربني، تما ضرب الجرح، تما تم الاغتصاب ديالي. بقيت هكاك. جات الأخت ديالي من كانت خارجة، جات للدار لقاتني مضروبة في راسي ومغتعصبة. بقات أختي تتغوت، قالت لي شكون اللي دار لك بحال هكا؟ قلت ليها لوزك هو اللي دار لي هادشي. صافي قالت لي سكتي ما تقولي لها شي واحد، وبقى الهضره بيني وبينك. الا قلتي لماما غتفق الخبر غتمرض. قلت الام ديالي كانت مريضه بالاعصاب، ما يمكنش لها، انا عارفه اش يقدر توقع لها. من بعد اسبوع صافي ما بقيت ساكنه مع اختي، مشيت للدار، حكيت على داكشي اللي وقع ليا كامل. من بعد دازت مده عامين، دائما الام ديالي تتصورني تقول لي علاش ما بقيتيش تمشي عندي، وقال ما بقاش مرتاحه، ما بقيتش نقرا مزيان، ما بقيتش مرتاحه. مده عامين وصلت 16 عام. دابا سمحي لي، قطعتي الدراسه ديالك ولا كملتي؟ قطعتها مده عام، عاد عاودت رجعت. العام اللي تم الاغتصاب ديالي فيه ما بقيتش نقرا.